وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فعلا يا جماعة غالب آيات القرآن إحياء قضية الدار الآخرة عند الإنسان. لو قضية الدار الآخرة حية ومستحضرة عند الإنسان، كتير من النقاشات مش هيخوض فيها، ولا أسئلة هيسأل فيها، ولا هيسأل ده مستحب ولا واجب ولا مكروه ولا حرام. أسئلة كثيرة وجدالات كثيرة جدا 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 بيدخل فيها الإنسان. لو الدار الآخرة حية ويقظة في باله، مش هيسأل أسئلة كتير، ولا هيتردد إنه يعمل حاجات كتير، وهياخد قرارات كتير جدا في حياته متعطلة. طابور قرارات إيمانية متعطل في حياة الإنسان بسبب غياب يقظة الدار الآخرة، طابور من قرارات الحفاظ على الفجر في جماعة أو جلسة الضحى أو صلاة ضحى أو نصر الدين الله عز وجل أو أمر بعروف ونهي عن منكر أو طابور من القرارات المتعطلة داخل الإنسان بسبب غياب هذه القضية. ذلك مسألة اللي احنا بنقول على إنسان ملتزم أو مش ملتزم. أنت ممكن تجد الإنسان الملتزم ده مش كثير الطاعات، بل ممكن تجد إنسان بيتقال عليه مش ملتزم بيعمل بعض الطاعات أكتر منه. أمال إيه فكرة إن بنقول إنسان ملتزم أو أيا كان اللفظ؟ إن في شيء كان ميت عنده صحة، في وجل، في خوف دخل في حياته جديد، في طريقة تفكير جديدة في حياته، في إنه لما يروح عليه الفجر إنه قاعد طول اليوم خايف إنه مش في ذمة الله. مش ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. إن هو بدأ يفكر بطريقة مختلفة، بدأ إنه يقول لك الصبح في أذكار الصباح هقول سيد الاستغفار، وبالليل هقوله سيد. ليه؟ أنا خايف أموت في أي لحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يقول سيد الاستغفار موقنا بها فمات يدخل الجنة. بدأ يبقى عنده طريقة تفكير جديدة، بدأ يتعامل مع الحلال والحرام بطريقة مختلفة، بدأ يسأل قبل ما يعمل أي حاجة، بدأ يستخير. يبقى إذا مسألة الالتزام هي شيء، حاجة كده بتولع في القلب، بتغير طريقة حياته تماما، طريقة تفكيره، حتى لو ما أكثرش من الأعمال، تلاقيه يبتعد عن المعاصي، غير طريقة تفكيره، طريقة حساباته اتغيرت. ده الإنسان اللي لو حابين نقول عن إنسان ملتزم صح، إنه غير في أصول حياته، مش غير في رتوش في حياته. يعني مش عمل ثلاث أربع أعمال صالحة أو التحق أو عمل نقول عليه ملتزم، لا، القضية مش تغيير رتوش، قضية تغيير عقيدة من جوه، إنه اتغير في طريقة جوازه، في طريقة شغله في الدنيا، في طريقة معاملاته مع الناس. حتى لو هو لسه ما اتغيرش هو عارف انه مقصر. يعني حتى مثلا يقول لك انا عارف ان انا عندي مشكله في كذا، لكن هو عنده اتغيرت، يقبل النصح، عرف مصادر الحلال والحرام يبدا يبحث عنها ازاي. دي طريقه بتتغير في حياه الانسان بتخليه متغير تماما. ده بقى اللي ما يوقعناش في كلمه ولو ردوا لعادوا، ان التانيين دول ما غيروش حياتهم، ده اتحط في ازمه وعايز يخرج منها، شاف النار قدامه وعايز يخرج. فاللي بيلتزم نتيجة أزمة نفسية مر بيها، أو نتيجة حادثة موت واحد صاحبه وخلاص وما خدش القرار صح ومشاش في الأعمال الصالحة صح، أو أزمة مادية فقرب من ربنا فالفلوس جات له، اللي بيلتزم في الظروف دي لو ما زودش في الأعمال الصالحة في الغالب ما بيكملش. لكن لازم يبقى إيمان بيزداد في الإنسان عشان يوصل في الآخر وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. القضية قضية عقلية، زي ما الأخ كان بيسأل بيقول لي لا، هو مش الطبيعي أن الإنسان بيختار الأفضل له؟ ده العاقل، أفلا تعقلون، إنما هو بيختار الألذ والأمتع مش الأنفع. مش كده ربنا قال سماها العاجلة اللي ضيعكوا في سورة القيامة، كلا بل تحبون العاجلة، أنك أنت مستعجل على الشهوات والمتع. إذا لازم الدار الآخرة تاخد حيز أكبر من ده في حياتنا. القضايا اللي ذكرت في القرآن كتير، معرفة الله، الدار الآخرة، إهلاك السابقين، نصرة الدين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، القضايا، حقارة الدنيا، القضايا الأساسية اللي ذكرت في القرآن كثيرا، لازم تاخد حجمها في حياتنا كثيرا. الاهتمام بتفاصيل دينية قبل الاهتمام بالكليات الدينية بيخلينا عندنا بعض المعلومات الدينية وبنعمل بعض الأعمال الصالحة، لكن ما تغيرناش. الصحابة تلقوا الدين تلقي صحيح، خدوا الأصول الكلية، قضية الدار الآخرة اختلطت بلحمهم ودمهم. مش كده لما اتفتحت عليهم الدنيا هم كانوا فاهمين ان في دار آخرة. كان اللي بيقاتل وبيغنم كان يحزن، المعادلات عندهم كانت غير اللي عندنا. يعني ما كان الدنيا اتفتحت عليهم وممكن لهم، كان الصحابي يبكي، خباب يبكي،
يقول لك في صحابة ماتت وما خدتش ولم يهذب من أجره شيء، ما أكلش من أجره حاجة زي مصعب بن عمير. وتذكر وعبد الرحمن عوف كان لما مكن بقى للإسلام في عهد سيدنا عثمان كانوا بيبكم ويتذكروا أصحابهم اللي ماتوا في الاستضعاف ويغبطوهم على ذلك، عكس تفكيرنا دلوقتي. احنا عايزين رخاء، استقرار، تمكين. هو التاني بيبحث عن البذل، مستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. تخيل، أيما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. فكانت موازينهم منضبطة. ليه؟ عاشوا طويلا مع معرفة الله والدار الآخرة، فنزلت موازين صحيحة، فما انفتحوا على العالم انفتحوا انفتاح مظبوط. احنا الأسس دي مش واخدة، احنا عندنا معلومة حلال لا حرام لا مكروه، مش عندنا الأصول بتاعت الدار الآخرة. آية زي ديت تحتاج مش درس، تحتاج إلى طول تأمل ووقفات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الآية دي لما تاخد حجمها الطبيعي في حياتنا قطعا كتير من أعمالنا هتتغير، كتير من كلامنا اللي بنتكلمه مش هنتكلمه، مش هنقوله، هنخاف كتير من الانسياب الفكري والكلامي والأخلاقي اللي عندنا ده هينضبط شويه.